النهارده بعد المشوار ده بقى خلصت مهمتي بالنسبه لي، عرفتيني في عيشتي. وحياتك يا بابا ما هسيبك ابدا. والنبي ايه؟ اول ما هتتجوزي مش هتسالف حد. طب افرض بقى حبيت ادب خناقه كبيره قوي مع هشام، هغضب اروح لمين؟ مش ممكن. ناويانه على الخناق من اولها. والله ابدا يا بابا. طب تعرف الفتره اللي غاب فيها هشام عني كانت اسود ايام حياتي. ليه؟ كل شيء بقى وان حبيبتي. بسرعه هو النبي يا اسطى، احسن ما عندي الطياره قرب. على مهلك يا اسطى، لسه في جوازات ولسه في جمارك ولسه قايلين كل شيء بقى وان. انا مش شايفاه خالص يا بابا. معلش زمانه طالع دلوقتي. لو سمحت مش دي طياره لندن؟ يس. هو شيء بس في الجمرك اكيد جايب لك شيء وشويه. ما جاش على الطيارة. هو مش قالك ان هو جاي على الطيارة دي؟ قال لي ومأكد عليا، مديني رقم الرحلة. ربنا يستر. عارف. أكلم الأستاذ هشام الويشي لو سمحتي. يعني إيه ما يقدرش؟ مين معايا؟ أنا أخته داليا، مين حضرتك؟ أنا يا بنتي أنا لطفي الجنايني أبو لبنى. مش هشام كان ميعاده يوصل مصر النهاردة؟ أصل بابا تعب قوي إمبارح بالليل. واضطرينا نرجع بيه تاني على المستشفى. ربنا يستر. لا ألف سلامة ليه يا بنتي. أنا آسف للإزعاج. معلش أنا هبقى أكلم هشام تاني عشان أطمن على السيد الوالد. مع السلامة. أبوه تعب تاني. يعني مالكش جاي إمتى؟ الله أعلم. لما يخف طبعا. مالك أنا في مصيبة يا بابا. مصيبه ايه بس؟ انت كل حاجه تكبريها كده. لا انا في مصيبه بجد، في كارثه. مصيبه ايه؟ كلمي. هقول ايه لماما دلوقتي؟ اخويا محمود لو عارف هيعمل ايه؟ اعمل انا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ العريس مساء. نجاش ابوه تعب تاني. لا 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 لا، انا الحكايه دي مش داخله دماغي من اصله. الواد ده بيلعب بينا ولا ايه؟ صلى على النبي محمود. الف صلاه عليك يا نبي. هي سيره، ابويا عيان، ابويا مسافر، بيلعب بينا الكره ولا ايه يا اخويا؟ انت اللي اتصدرت في الجوازه دي، ولولا كده ما كنتش وافقت. انا بنتي مش بايره بعد الشر، العرسان طالعه ونازله، هي اللي تقول لا وانت تقول لي لا. ابوه مستثار، ابوه وزير. لا يا حبيبي، احنا ناخد اللي من طوبنا. روح قول له ما احناش عايزينك قبل ما يقولها هو. ادي نتيجه افعالكم. ده تمن الغلطه اللي انتوا غلطتوها. انا لا يمكن اسيب لبنى تتعرض للموقف ده ابدا. لبنى مراتي قدام ربنا وقدام الناس كلها. طب ايه الحل دلوقتي؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ اسمع يا عم لطفي، انا هبعت لك توكيل رسمي تستلمه من المكتب من عند بابا، وهيبقى باسمك وتقعد عليها بالتوكيل. لبنى لازم تكون مراتي شرعا. بس ولا يهمك،
في 60 داهية. بتعيطي ليه؟ ده انا هجوزك ست سيده. ما عارفه اشمعنى ده يعني؟ قطيع الحب وسنينه. هو في راجل في الدنيا يستاهل دمعه من دموعك؟ اسمعي كلام امك. اغسلي وشك واستهدي بالله. وانا هروح للوليه ام سمير هربط معاها كل حاجه. واسبوع بالكتير افرح بيكي وتبقي البيت العدل. يا ست انت مستعجله على جواز البنت كده ليه؟ اذا كان عريسها موجود وان شاء الله جاي. امتى؟ لما البنت تعنس؟ تعنس ازاي؟ ده لسه عيل. يلا محمود اعمل لنا اثنين شاي يلا. واعملي كوبايه ليمون عشان لبنى يلا. عارف كان مكتوب لنا فين؟ دي عربوبه يا رب تقعدي. مش انا قلت لك ما تقلقيش؟ انا لسه بكلم هشام دلوقتي. هيبعت توكيل يتجوزك بيه. انا هروح بكره ان شاء الله الصعيد مع اخوكي. لما ارجع نتمم اجراءات الجواز الرسمي. ومن عارف يمكن على ما ارجع يكون هشام نفسه وصل ولا نحتاج توكيل ولا غيره. يا رب يا بابا يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي. ما تعملي زي امك. تتقلي للحياه. يلا انت خلي بالك من نفسك يا روح. الو يا قمر. طب ايه؟ رد السلام حتى؟ هو يعني شكلك بيبقى زي القمر وانت مكشره كده بس برضه وانت مبسوطه بتبقي احلى كتير. وايه بقى اللي ممكن يبسطني؟ اللي عملتهولك. اللي عملتهولك بقى مش هيبسطك بس لا، ده هيغير التكشيره دي لضحكه كبيره قد كده اهو. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ عقد الفيلا دي، عقد السجن بتاعك. خلاص الفيلا بقت باسمك هي والارض اللي حواليها. شفتي بقى؟ شفتي انا بحبك قد ايه؟ الله. مالك يا نيفين في ايه؟ انت لو بتحبني فعلا يا بيبرز ما كنتش تجيب لي عقد الفيلا. مش ده اللي انا عايزاه. أنا عايزة عقد تاني. عقد تاني إيه طيب؟ قوليلي عليه أجيبهولك عشان تضحكي في وشي بس. عقدي مش هيكلفك فلوس يا بيبرز. عقد الجواز. نتجوز يا بيبرز. ولا دي مش على بالك خالص؟ أنت بتقول إيه؟ عايز تتجوز؟ ماما لو سمحتي اهدي شوية مش كده؟ ماما إيه وزفت إيه؟ عايز تروح تتجوزلي واحدة صايعة؟ ما تقوليش عليها صايعة، دي خلاص هتبقى مراتي. دي صايعة وستين صايعة، دي متجوزة تلاتة قبلك وانت الرابع. ايه؟ انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ عايزين تنقطوني انت واختك؟ عايزين تشلوني؟ أنا ما بقتش عيل صغير خلاص، أنا هتجوزها وجيت أقولك عشان تبقي عارفة بس. لو مصمم تنفذ اللي في دماغك ده يبقى مش عايز أشوف خلقتك تاني هنا. أنت فاكرها بتحبك يا بل؟ دي بتحب فلوسك، دي عايزة تاخد اللي وراك واللي قدامك وترميك زي غيرك. أنا السبب، أنا اللي عملت ده كله، أنا اللي خليتك تفتري، أنا اللي خليت مفيش حد قادر يقف قصادك، محرم وطفشت من الشركة والبيت، وأنا ما بقتش قادر عليك. أنا ماشي. بستين داهية. الغضب اللي نزل عليا ده يا ربي، انا عملت ايه في دنيتي عشان يحصل لي ده كله؟ بنتي عايزه تتجوز ابن خدامه، وابني عايز يتجوز واحده صايعه وقد امه. ليه يا ربي كده؟ ليه؟ حمودي انا ناري خلاص نويت ان شاء الله يا ماما. طب لو انت شفت حركه غدر تيجي مش هتقول لي ايه؟ هتخلي بالك من نفسك.
ان شاء الله مفيش غدر ولا حاجه يا ماما. طب رايك ان انا قلبي مستريح للسفريه دي؟ انا قلبي مش مستريح. انا بعدين بقى ما تعمليش كده امار. انا مش هنام ولا هتقعد لما اشوفك قدامي. يا ستي كلها 24 ساعه وتلاقيني واقف قدامك صخ سليم. يا ريت يا ريت نفسي اشوفك يا حب السلامه يا نور عيني. خلي بالك من نفسك يا ولد. وبعدين يا اخوانا بقى البيت كده بقى معيطه. ده حتى فين وحش يا محمود؟ خد مني يا سند في معاك، خد مني يا اخويا او امان عليك، تحطه لي بعينك وترجعه لي تاني. ما تخافيش يا ست علي، انا والله العظيم ما تخافي، هيرجع لك بالسلامه ان شاء الله. يا رب يا رب. انت اذا كان فنجانك ما ينزلش الارض، انا بقى منامي ما ينزلش الارض، وانا حلمت لك حته حلم يجعله من حدك ومن نصيبك. خير يا اخويا ان شاء الله. محمود لما يرجع بالسلامه كلنا هنفرح فرحة ما حصلتش. يا رب يا رب ربنا بيعلم بحالي. يلا يلا نشوف وشكم بخير. يلا محمود. يا رب واصحابي بقلبك، حطهم بقلبك رفيق رفيق رفيق. عارف منين انتوا وصلتوا؟ حد هيطمني؟ حد هيقول لي حاجة؟ هجيلك بكرة إن شاء الله. أجيلك عاملة لي محشي. ها خلي بالك من نفسك، سلم على أختك. سلم في ابني في عينك يا أبويا. نور عيني نور عيني يا أبني. مالك يا محمود؟ لا ابدا مفيش حاجه. انت خايف؟ والله يا بابا ما عارف اقول لك ايه. انا رايح الصعيد فين؟ ادفع تمن جريمه ما عملتهاش، واخدك انت معايا ليه ومش حاططك ليه؟ انت مالك من الموضوع ده كله؟ يا ابني هي الدنيا كده، الناس بتدفع تمن حاجات ما عملتهاش. طب ما انا اتسجنت بدل ابوك، ويمكن ابوك مات بدالي. ما تعرفش الدنيا مرتبه ايه؟ في حاجه تانيه عايز اكلمك فيها، ولو انها مش مناسبه اللي احنا فيه دلوقتي. الكلام اللي بتقال ان ده مش مناسبته هو ده الكلام المناسب. قول يا محمود. خايف ليلى تروح مني. وخايف ليه؟ والدتها باين عليها صعبه قوي. باين؟ لا هي صعبه قوي. بس يا حبيبي انا ما حدش له كلام عليا. انا عباس الدمالي، لما اقول لك هتتجوزها يبقى هتتجوزها. فرضا انها مش موافقه هنعمل ايه ساعتها؟ ولا حاجه. مش انت رايح تقدم كفنك لاولاد مهران؟ هتاخد كفنك تقدمه لام ليلى. شوف يا محمود، احنا مفيش قدامنا في الدنيا دي غير اننا نتفائل ونقول غدا يوم اخر، حتى لو ما جاش الاخر ده. ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إن أوقات يبعت لنا شوية إشارات صغيرة كده تدعوك للتفاؤل، زي العصفورة، شروق شمس، منظر جميل، كلمة حلوة. والنبي يا ابني تنزل عن الشيلة دي. حاضر يا ستي. اتفضل. إلهي يخليك ويراضيك ويفتح البركة فيك قادر يا كريم. ويبعد عنك ولاد الحرام المزيين. شفت الدعوة الجميلة دي؟ اهي دي اشارة. انت مش مكسوفة من نفسك؟ والله اللي في دماغك ده لا يمكن يتم. راح تحبيني ابن خدامة؟ انا مش صغيرة وعارفة بعمل ايه، ومش هتجوز غير محمود. ايه محمود ده الاخر؟ ده انا كنت هقتلك واشرب من دمك. راح تخبيني خبت اخوكي؟ ايه ده بنت؟
انت يا بنت تعالي هنا يا بنت، انا بكلمك يا ست هاني. نعم يا عم فتحي. في واحد من الشركه اسمه سامي عاوز يقابل حضرتك ضروري. سامي؟ عم سامي خليه يتفضل. اتفضل حضرتك. شكرا. ازيك يا عم سامي؟ الحمد لله يا استاذ. خير يا عم سامي. عم فتحي روح عملنا فنجانين قهوه. حاضر يا ست هاني. اتفضل يا عم سامي. يزيد فضلك يا استهانم. ارتاح. خير يا عم سامي اتكلم. والله يا استهانم انا ما عارف ابتدي من فين. انا عشت طول عمري معاكم ولحم كتافي وكتاف عيالي من خيركم. الحكايه يا عم سامي. بيبرس بيه. ماله بيبرس؟ من ساعه ما محرم بيه ساب الشركه وهو يدوب بنشوفه في الاسبوع يوم ولا اتنين يجي يسحب فلوس من الخزنة ويمشي وسايب الشركة لشوية عيال والمال السايب يعلم السرقة. أنا خلاص يا استناد جوزت البنتين وقاعد أنا ومن البنات لوحدنا ومستورة الحمد لله. أنا مش محتاج حاجة من الشركة بس يصعب عليا إن أشوف شركة الدميري اللي البلد كانت بتحلف بشغلها بتقع قدامي. ايه اللي حصل يا عم سامي ده كله؟ انت قلقتني. بيبرس بيه سحب فوق 6 مليون جنيه من حساب الشركه. كام؟ ومبلغ زي ده يهز المركز المالي للشركه والتزامات كتيره ما نقدرش نسددها. مصيبه مصيبه يا استناهد. 6 مليون جنيه؟ انت متاكد بالكلام ده يا عم سامي؟ مدير الحسابات هو اللي قال لي الكلام ده وما حدش عرف هو صرفهم فيه. 6 مليون جنيه؟ ارجوك يا ست هانم بعد اذنك اعملي معروف. انا ما قلتلكيش حاجه. ما قلتليش حاجه ازاي يا عم سامي؟ انت عايزني اسيب الشركه تتخرب؟ محرم بيه لازم يتدخل في الموضوع ده. هو صحيح ساب الشركه بس مش معقوله يسيب شقاه وتعب السنين دي كلها يروح كده. انا اللي هتصرف يا عم سامي وبيبرس لازم يلاقي حد يوقفه عند حده. على فين يا فندم؟ ممنوع. ممنوع يعني ايه يا فندم؟ ما يصحش كده يا فندم. ماما خلاص خلاص اتفضلي. خير يا ماما؟ ايه ايه اللي حصل؟ في ايه بس؟ اقعد هنا. ايه؟ اقعد هنا يا ولد. اوعى تفتكر اني هسكت على اللي انت بتعمله ده. في يا ماما؟ انا عملت ايه بس؟ سحبت الفلوس دي كلها ليه؟ 6 مليون جنيه عملت بيهم ايه؟ شغل. وبعدين انت عرفت منين؟ مالكش دعوه انا عرفت منين. عملت ايه بالفلوس دي؟ هقول لك بس الاول بقى لازم ارفع مدير الحسابات لانه صرف خبر زي ده. مالكش دعوه بمدير الحسابات ورد عليا. عملت ايه بالفلوس دي؟ استثمار. واستثمار ايه بقى؟ اراضي. اشتريت ارض. وفين عقد الارض دي والحجه بتاعتها؟ جريها ماما. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ مش يمكن تعجبني الارض دي وابقى عايز اشتري معاك؟ يا ماما الارض دي اشتريتها بفلوسي انا. فلوسك ايه يا ولد؟ انت فاكرني عبيطه؟ ويا ترى بقى انت اشتريت ارض ولا فيلا؟ فيلا في المنصوريه مش كده؟ ايه ده بقى؟ انت بتراقبيني ولا ايه؟ انا ما اسمحش كده ابدا. اسمع يا ولد، انت لازم تقطع علاقتك بست نيفين دي فورا. نيفين ملهاش اي علاقه بالموضوع ده. سبق وحذرتك من الست دي وقلت لك انها ياما خربت بيوت كتير ومش هسمح انها تلعب معاك اللعبه دي. انا اللي هقفلها، فاهم؟ يا ماما الفلوس دي فلوسي انا وانا حر فيها. الفلوس دي مش فلوسك، دي فلوس عباس الدميري ابوك. انا ابويا مات. ولو ظهر تقصد ايه يعني؟ اني اقدر اعمل حاجات كتير قوي
ما عملته يا رجالة. الصلح ده هيكبركوا قوي قدام أهل البلد كلها. اللي يقدر يعفي عن بني آدم أقوى 100 مرة من اللي ياخد بطاره ويقتل إنسان ملهوش أي ذنب. وأنا جاي النهاردة أحضر تقديم الكفن والصلح، وقلبي كله سعادة وسرور. ربنا يخليك يا باشا، سيادتك شرفتنا وكترتنا. النهاردة بس نقدر ناخد العزا في أخوي مهران الله يرحمه. ما كانش بودي يحصل كده، كان بودي تاخده طار أبوك يا خليل. قلت لهم الكلام ده يما، ما اسمعوش كلام عاد. خلاص يا خليل، موضوع الكفلك ده يجي ولد جنايني ويقدم كفنة. صح، هي دي الأصول يا رجالة. معاك حق يا باشا. وهو الغطر هيوصل ميتة على المغربية، وكلها ساعتين بالكثير وحيكونوا هنا. أنا مضطر أمشي، هغيب ساعة زمن وهرجع، هرجع تاني. سلام عليكم. عليكم السلام، شرفتنا يا باشا، شرفتنا. مال أخوك فين يا خليل؟ عملتوا ايه يا حضرة الظابط؟ القوات كلها وصلت لكن مش قادرين نقتحم المكان يا فندم. ليه؟ عدنان واخد رهائن من عائلات كبيرة في البلد، لو اقتحمنا المكان هيصدرهم قدامه ويعملهم دروع بشرية. لو ده حصل وجرى حاجة للرهائن البلد كلها هتولع. علشان كده يا فندم انا امرت بوقف كل العمليات ومحاصرة الكفر كله، وبيت عدنان متراقب 24 ساعة في الـ24 ساعة من غير ما اي حد يحس. المهم الرهائن، انا يهمني ما يبقاش فيه ضحايا. ربنا يستر يا فندم. نروح كفر عبد الحميد الزامل. العربية اللي قدامك دي. شكرا. تعال يا محمود. كفر عبد الحميد؟ اركب يا ابو العم. اسمع يا ابو سليم، الولية صبحة اللي انقتلت النهاردة هي اللي هتوصل البضاعة في الصندوق ده. الصندوق ده؟ كيف يا ريس عدنان؟ صبحة تدفن في الجبل، والبضاعة هي اللي هتبقى في الصندوق، ومحدش يقدر واصل يكشف على واحدة ميتة. صح؟ صح يا ريس، بس البوليس برضه. البوليس ما يقدرش يخش كفر عبد الحميد واصل، ولا حد يقدر يهوب برجليه. وبعدين الرهائن موجوده عندنا وكله تمام. طب والراجل اللي هيجي عشان يستلم البضاعه؟ الراجل جاي يستلم جثه قريبته عشان يدفنها في مصر. همه همه يا رجال. توقفت ليه؟ ربنا يستر. تعمل ايه يا راجل انت؟ وقف عندك. انا ما عملتش حاجه، المقربات قدامك، روح لعيال اعمل معروف. كل اللي في العربيه دول ينزلوا قدامي هنا. هتقوم يا رجاله. كل المقربات تنزل. كل الدفاع. ارفع ايدك. هو ايه الحكايه بقى يا بابا؟ والله ما عارف انا. هو في ايه يا اخ؟ اقفل خشمك لضخك بالنار. يا عم الله يعمل بيتك، الناس مستنيين، مش عايزين نتاخر. ناس مين اللي مستنيينك دول يا جدعان؟ اهل القتيل. احنا جبنا الكفن وعايزين نخلص. الكفن؟ الراجل واصل. طب واصل. ايه اللي جابك بدري يا بلدينا؟ احنا ما اتفقناش على كده. بدري انا جاي في معادي بالظبط.
ما هو قطر واحد اللي بيوصل هنا. قطر واحد؟ اي صح. طب غموا عينيهم. يغموا ليه؟ الحمد لله على السلامة. محمود فين هو؟ محمود مين؟ اللي كان معايا. في الأمان، ما تقلقش. أمال حضرتك مين؟ أنا عدنان. إيه مش عارفني؟ أنا كبير العيلة. لا مؤاخذة يا سيدي، اللي ما يعرفك يجهلك. معلش أصلكوا سيبت ركبي. ها جبت الأمانة؟ ها في الشنطة. الشنطة فين؟ هاتوا الشنطة. جيب الشنطة يا ولد. ما تخافش، الدار أمان، مفيش حاجة تروح من بيت عدنان. ها طبعا، وأنا قلت حاجة، بيت أصول أنا عارف. طيب يعني احنا كده خلصنا مهمتنا، نقدر نمشي؟ تقدر تمشي، بس لما الدنيا تروق. أصل احنا الحقيقة عندنا شغل في مصر ولازم نرجع على طول. ايوه، مش تستلم حاجتك الأول؟ هو مين اللي استلم؟ مش انت المفروض تستلموا الكفر؟ احنا استلمنا الدور والباقي عليك. هاتوا الصندوق. هاتوا الصندوق يا رجالة. ايه ده؟ معرفش ايه ده؟ حشيش. امال انت كنت فاكره ايه؟ يا دي التقاليد، يعني لما حد يقدم كفن وتديله حشيش. كفيت ايه وزفت ايه؟ انت مش داخل علينا وقلت معاك الكفن؟ ايوه قلت. انا بصراحة مش شايف اي حد من اللي اتفقت معاه. انت مخبول يا راجل انت ولا ايه؟ عدلك مفوت. انت واقف قدام الكبير، قدام الرئيس عدنان، تسأل عن مين تاني؟ يا عم عدنان انا ما بسألش على حاجة. انتوا قايلين لي بعظمة لسانكو ان الحاجات دي لازم تحصل قدام الناس كلها. فين الناس كلها؟ بتقول ايه؟ قدام الناس كلها؟ انت اتجننت يا راجل انت. احنا شغلنا كله في الخفا في السر. بس احنا ما اتفقناش على انه في السر. امال اتفقنا على ايه؟ تاني هقول تاني، اتفقنا ان لازم المأمور يحضر والعمدة وكل اهل البلد. مش بقول لك انت اتجننت؟ عاوز تاخد الحشيش وتطلع بيها قدام المأمور والعمدة؟ هقول لي حشيش تاني يا مستر عدنان، فهمني بقى، انا غلبت معاك. الشنطة فاضية يا كبير، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش غير كفن. ايه؟ كفن؟ امال فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ أنا ما جبتش فلوس، مش أنتوا قايلين إنكم ما بتقبلوش دية؟ دية؟ لا، أنت مش جاي عشان تاخد البضاعة دي؟ بضاعة إيه يا عم؟ إحنا جايين لولاد مهران نقدم الكفن ونروح على طول. أنا عايز أقابل عدنان، سيبوني. فيها يا درديري؟ من ساعة ما مسكناه وهو يقول عايز يقابله. شيل الغمامة. عايز ايه يا راجل انت؟ عايز اقابل عدنان. اسمه الرئيس عدنان يا بو. سيبوه، انا عدنان. بقى من الاصول يا رئيس عدنان، اجي عشان استلم البضاعة، اتبهدلوني بالشكل ده. تقول ايه؟ تستلم البضاعة؟ امال انت جاي ليه؟ ما انا قلتلكوا مليون مرة. ايه؟ انت بوليس؟ بوليس ايه يا عم؟ انا مالي ومال بوليس؟ احنا بتوع الكفن. فين محمود؟ خش 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 خش
هنا اللي واقف ناصر. تلقح عندك هناك. راح يا عم تفزوق يا موسى. اتكتم لحسن اخلص عليك. اسكت يا واد. اسكت لا يدخك بالنار. انت فين ابوي؟ وديته فين؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ اسكت يا محمود. احنا واجعين وجع سودة. ده انا كنت شايل كفني وجاي اقدمه لكم. والبلد كلها مستناك هناك. امال احنا فين هنا؟ احنا بيت عدنان ولد عبد الحميد. راينا يا محمود خطفنا ومش بعد يخلص علينا كلنا. وعدنان ولد عبد الحميد ده يخلص عليا انا ليه؟ انا عملت له ايه؟ ده انا حتى ما اعرفش اسمي. ايه الحكايه؟ دي حكايه وعره قوي. افترى بعيد عنك. جبروت. ربنا يخلصنا من عدنان ورجالته. يا عم انا مش فاهم انت بتسوق ليه؟ ما انا ماشي معاك وانا قلت لك حاجه. انت تقفل خشمك وتخرس خالص لا انت ويك هنا. بابا ايه اللي بيحصل لنا ده بابا؟ والله ما عارف يعني. المهم انت كويس. انبوز اهو. ما تخافش يا محمود. ازيك يا جدع الله؟ امال فين مجد الخليل؟ اخبار الرهائن ايه؟ الرهائن لسه جوه يا فندم. اوقف الضرب يا حسام. ايه يا فندم؟ اوقف الضرب وسيب قوه مراقبه ترصد المكان واسحب القوات لمسافه امنه. انا مش عايز اي خسائر في الارواح لا من الرهائن ولا منا يا حسام. ادى يا فندم. اوقف الضرب. اوقف الضرب. اوقف الضرب. الساعة بقيت 10 ولا حدش ظهر منهم. راحوا فين؟ معادهم الساعة 7. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ لمينا البلد كلها ودعينا كبارها وفي الاخر ولد لطفي الجناين ما يجيش. هو ده الاتفاق اللي اتفقتوه؟ بعت دم مهران فطيس يا مرعي للدرجه دي؟ للدرجه دي هن عليك دم اخوك؟ خلاص يا حجة الغايب حجته معاه. خلاص خليكم قاعدين. حطوا ايديكم على خدكم زي النسوان. قبر ياخد القبر. يا رب لك وحدك يا رب يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا منجي يونس من بطن الحوت ويوسف من قلب البير ونوح من الطوفان. نجي لي ابني يا رب. رجعوا لي سالم وغنم يا رب بحق جاي النبي حبيبك. خد نور عيني يا رب. خد صحتي وعافيتي. والنبي يا رب اجعل يومي قبل يومي يا رب. رجعهم لي سالمين غنمين يا رب. ايه يا ولاد ما بتاكلوش ليه؟ كل يا واحد يا ضناي. كل يا حبيبي لبنى يا بنت. كل ليك لقمة. مش قادرة يا ماما ماليش نفس. ومين فينا يا بنتي له نفس؟ بس هنعمل ايه؟ لازم ناكل. ربنا يرجعهولنا بالسلامة. مالك ايه يا بنت؟ مالك بنت؟ ما تقلقنيش. استني يا بنت. يا بنت استني ما تقفليش على نفسك. افتحي يا بنت دخليني معاكي. مالك يا بنت؟ افتحي افتحي يا لبنى. مالك مالك يا بنتي؟ مالك يا بنات؟ ايه؟ مفيش. الظهر كلت حاجة بايظة من الشارع. وبتاكلي من الشارع يا بنتي؟ اه. النبي ده زهر. ما تزعليش. انا هخش استريح شوية جوا يا ماما. استريحي يا حبيبتي استريحي. اني عليكم يا ولاد. بنت هتموت نفسها عشان اخوها. يا ترى يا محمود يا دنايا انت فين دلوقتي وبتعمل ايه؟
بسم الله يا اخوانا. انا العيش الشمسي ده بقالي سنين ما اكلتوش. بس حتى ده صغر على ايامنا كان قد كده. الله العيش الشمسي والمش. يلا محمود بد ايدك. خلي الدود في ناحيه والمش في ناحيه. وتاكل المش ما تاكلش الدود. ناكل ايه بس يا بابا؟ ده احنا هنموت كمان شويه. يا ما تخافش يا حبيبي. ما خافش؟ ما خافش ازاي؟ مش هنموت هنا. قول يا جد الله هنموت هنا. يوه كل اللي حصل قدامك ده ولسه بتسال؟ رئيس عدنان اللي جوه ده رئيس اكبر عصابه في البلد، بيزرع الافيون والبنج والحشيش بالفدادين. انا شفت الحشيش صح. يبقى البوليس جاي ما تخافوش. ايوه يا ولد ابوي، اول ما يطب البوليس قول علينا يا رحمن يا رحيم، هيحطونا احنا في وش المدفع. دي لعبة شرية يعني. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما فيهاش بعدين. هتولع واللي نصيبه في رصاصة ولا اتنين هياخدها. او 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 او. هو ايه ده الحلو قوي قوي؟ المش حلو قوي قوي قوي. يا دخلنا. هتموتوا على اللحمة بطنكم. مش حلو الرصاص على معدة فاضية. بكرة الصبح تاخدوا البضاعة وتتكل على الله. طيب والبوليس اللي محاصر البلد؟ ما تخافش يا راجل، ما تخافش. الكام عيار اللي ضربناهم خلى البوليس يكش. ما فيش عسكري واحد يقدر يهوي بالنواحي دي حتى لو كان مين. شد شد يا راجل شد. ايه اللي خلى عدنان بقى كده؟ مين اللي خلاه جبار ومفتري ومتحكم فيه؟ انتوا عشان كل واحد منكم قال خليني في حالي وانا مالي. ما سبكوش في حالي، خدكم من الدار للنار، عملكم ذروع بشريه يتحمى فيكم عشان يهرب من البوليس. وكنت عايزنا نعمل ايه؟ ده اللي كان بيقول بيم يتطخ هو وناسه. اديك يا اخويا هتتطخ من غير ما تقول بيم. وتقول لنا احنا ليه؟ ما تقول للحكومه اللي سايباها لغايه ما بيجي ده. بتقول دلوقتي الحكومه؟ ده انتوا بتبقوا عارفين القاتل وشايفينه هو بيقتل وتنكروه. دلوقتي الحكومة، تعرف يا محمود زمان من 20 سنة لما سافرت العراق الصعايدة ما كانوش كده أبدا. تعمل تلبخ فينا ليه يا جدع أنت من الصبح؟ مالهم الصعايدة؟ مالهم الصعايدة؟ ما هم قدامك أهو، ما سيولولوا زي النسوان. وبعدين يا أخينا في يومك تسود ده؟ يوم أنا الأسود ويوم كنتوا إيه شفتشي؟ يا عم طلعت روحنا ووجعت دماغنا، ما تقول عايز إيه؟ خلصنا جبري لمك. أقول يا رئيس عدنان، يا رئيس عدنان. في ايه يا ابو سليم؟ الحق الجدع اللي كان هنا بتاع الكفن ماله؟ لامم الرهاين حواليه وعمال يرط معاهم، ما خبرش هيقول لهم ايه. روح شوفه بيقول ايه وتعالى قول لي. بالاذن. شد يا راجل شد. اللي بحكي لكم عليه ده حصل من 200 سنه. هم دول الصعايده اللي انا قصدي عليهم، جدودكم اللي غرقوا 13 سفينه لنابليون بونابرت وقتلوا يجي 500 عسكري وضابط فرنساوي بشوية نبابيت وكم بندقية خردة. عارفين المعركة دي كانت فين؟ بلد قريبة هنا جبل جنة جنب جوص اسمها نجع البارود. يا بوي دي بلدنا. شفت جدك كان جدع ازاي؟ ايه يا جدع انت منك له؟ عاملين محدثة وعمالين تتسهروا هنا؟ اقفل خشمك منك له. وانت يا جدع انت ايه؟ قهوة ابوك دي ولا ايه؟ عمال ترط من الصبح بتقول ايه؟ انطق انطق لنطقك، بتقول ايه؟ انا بصراحة قلقان يا معلم عدنان. انت باين عليك خفيف قوي. معلش اصلك ما تعرفش عدنان يبقى ايه في البلد دي. شد شد، خلي اعصابك تهدى وتروق. شد. وابو سليم اتاخر ليه؟ القطر كان اتحرك فعلا من الاقصر وفيه الضباط الانجليزي. في ديروت طلع عليه الصعايده ضربوا عليه نار ما قدروش يوقفوا القطر. فضل القطر ماشي لغايه محطه دير مواس، فضل فيها 10 دقايق وبعدين اتحرك. ما فاتش نص كيلو
وسواق القطر لقى قدامه مفيش قضبان السكة الحديد. أتاري الصعايدة خلعوا القضبان. قبل ما الضباط يفكروا يعملوا إيه، كان طلع الصعايدة على القطر وخلصوا على كل اللي فيه. اكفي خشمك منك ليه؟ كمل يا ابوي كمل. بعديه الدنيا اتقلبت عشان الضباط الانجليزي اللي كانوا في القطر رتب كبيره حكموا صعيده كتير، وحكموا بالاعدام على 34 صعيدي. ماتوا وهم رافعين راسهم فوق، رافعين اسم مصر، اساميهم مكتوبه مع شهداء ثوره 19، اتكتبت أساميهم في تاريخ البطولة المصرية اللي الزمن لا يمكن يمحيه أبدا. السكة دي مليانة مليون فخ، وصاحبنا ماشي يظهر في عقله الطخ، يطلع من نقرة هوا تيجي رجله بتروح دقيرة، وهو جامد قوي وغريب عمره ما نخ. اخس ايام تغم من نفس اتخلق، وازاي صابر عليها وبيسايسها عكس، في حد لسه بلاوي الناس بتهون بلاوي، في حد يضحك زمنه عليه ويدادي، معقولة في حد الزمن ده استغفر الله العظيم. يا زمن لعبي وعن الخدا عليكم، والطيب فيه بيقولوا عنه تغف، واخينا في قلبه ما بدأوا ماشي طريق بدأوا، لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف، معقولة في حد الزمن ده بالزمة زي